أهلا، ونبدأ معك الجولة من التيار، ومنها نقرأ: البرهان يتهم دبلوماسيين أجانب بتحريض السودانيين على الجيش. اتهم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة دبلوماسيين أجانب بتحريض السودانيين لإظهار العداء للجيش، محذرا من مغبة هذه التحركات. وتحدث عبد الفتاح البرهان الأربعاء أمام حشد من الجنود في منطقة المعقيل بولاية نهر النيل في ختام فعاليات العام التدريبي للجيش مشروع أحفاد تهارق الخامس، وقال: البعثات الدبلوماسية تتجول بين المواطنين، وبعض الدبلوماسيين يحرضون على إظهار عدائهم للجيش ليجدوا فرصة للتدخل في الشأن السوداني. وحذر البرهان من مغبة هذه التحركات ملوحاً باتخاذ إجراءات ضدهم، حيث قال: لن نتردد في اتخاذ أي إجراءات ضد أي شخص يتطاول على أمن السودان. ولم يذكر أسماء هذه البعثات، ولم يحدد الإجراءات التي لوح باتخاذها. أستاذ حسين، مرحبا بك من جديد، وهذه التصريحات سيكون لها ما بعدها. نعم، هي حقيقة التصريحات السيد البرهان هي جاءت بعد يوم واحد من اللقاء التم ما بين الدكتور عبد الله حمدوك وسفراء الاتحاد الأوروبي، أكدوا على أنه لقاء هم رحبوا بالاتفاق الموقع ما بين البرهان وحمدوك فيه 14 بند، ويعتبروه خطوة أولى للعودة للنظام الدستوري والانتقالي في السودان. وأيضا هذه التصريحات من حيث التوقيت جاءت بعد ما يعني الخبر النشر في بعض الصحف أمس وأمس الأول إنه مكتب السيد البرهان دون حرك بلاغات في مواجهة مديرة مكتب الوكالة الفرنسية في السودان بشأن تصريحات نسبت للبرهان نشرتها الوكالة الفرنسية حول الانتخابات الجاية وإنه الجيش حيشارك فيها. وإذا رجعنا بدون أشرنا لهم السببين ديل، ممكن نشوف إنه في أزمة صيغة ما بين المكون المدني والمكون العسكري، ودي أشار لها سيد حمدوك في مبادرته الأولى والثانية، وأيضا أزمة صيغة ما بين المكون المدني والمكون المدني نفسه. وإذا رجعنا ليوم 25 الانقلاب، لم يجد ترحيب من المجتمع الدولي والإقليمي، بل وجد ضغط عليه المكون العسكري. واليوم الخميس هنالك اجتماعات في الكونغرس الأمريكي للنظر في فرض عقوبات على الذين يعني تسببوا في زعزعة الاستقرار في السودان، ومشروع القانون اللي بينظروا له الليلة ده. أيضا هنالك تحذيرات من المجتمع الدولي، وبموجبة أوقف أموال كانت جات للسودان. إذا يعني المكون العسكري ما بعد الانقلاب أصبح في ضغط كبير جدا. وإذا بعيد عن الانقلاب أو هم ما يسمونه تصحيح مسار الثورة، الآن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي أصبح مأزوم جدا. الليلة 45 يوم لم تتشكل الحكومة، 45 يوم على الانقلاب. وصحيح ما راجت أنباء أو تسريبات في وسائل الإعلام عن إذا كان في تقدم في مسار الاتفاق الموقع ما بين البرهان وحمدوك في نقاط ال 14، ولكن ده نفسه خلق أزمة كبيرة جدا. أنا استمعت لتقرير لأستاذنا وصديقنا فيصل محمد صالح، إنه هو رفض العمل في مكتب حمدوك كمستشار إعلامي، بيعتبر إنه الاتفاق خلق أزمة. وحقيقة يعني الاتفاق السياسي خلق أزمة كبيرة جدا فيما يتعلق بالإعلان السياسي. في جرائد اليوم أنا تابعت عدد من الصحف بتتحدث عن إنه خلال ساعات إنه حيكون في إعلان سياسي، ممكن ده يجي تفاصيل أكثر فيه. نعم، إذا كان هو السبب بأن هناك جهات خارجية لها علاقة بتحريض الجيش وجاء الخبر على ذلك، يعني مؤخرا أستاذ حسين أصبحنا نسمع عن جملة كثيرة وهي شيطنة الجيش في السودان. لكن السؤال: هل السودانيون من الممكن أن يتم تحريضهم من قبل جهات خارجية على جيشهم داخل السودان؟ لا، السودانيين في كل الهتافات بتاعتهم الجيش السودان وجيش واحد وشعب واحد. ولكن حصل، أنا طلعت على كتاب بالأمس اللي كتبه سعادة العميد الركن السر السيد أحمد السيد، التحدث فيه عن الكتاب ده عن تدخل القوات المسلحة في السياسة السودانية منذ العام 1898 لحد انقلاب الإنغاز. وبعد ذاك ممكن أنا أضفت للكلام اللي قاله سعادة العميد في كتابه ده
الآن حصلت تدخلات جديدة، يعني إذا توقفنا في الكتاب هو ذكر 6 تدخلات، كل تدخل عنده ميزاته وأسبابه. آخر واحد فيهم كان الإنغاز، إنها هي سيست القوات المسلحة في كلامه، وإنها هي أدت لأنه فصل ناس كتار جدا. الآن جاء الانقلاب 25 وجاء الاتفاق الأخير بتاع البرهان حمدوك الأخير ده أيضا، وكذلك يعني الشعب السوداني هو جزء من يعني فيهم الشباب اللي بيطلعوا في المظاهرات ديل، فيهم ناس اللي قدام حيخشوا في الكلية الحربية يعني. نعم. وحتى يعني الهتاف المميز في الاعتصام حامد، حامد يا جامد، حامد كان ينتمي للقوات المسلحة. نعم. برأيك هل من الممكن أن يقدم يعني البرهان على إبعاد دبلوماسيين من البلاد؟ هو هي قبل اليوم في فترة النظام البائد المدحور كان أبعد دبلوماسيين، ولكن الآن نحن في أزمة كبيرة جدا بالنسبة للسودان. السودان لن نستطيع أن نعيش بدون المجتمع الدولي. ليه؟ لأنه العالم كله أصبح قرية صغيرة، وإنه نحن الموقع الاستراتيجي بالنسبة للسودان المجتمع الدولي عنده فيه مصالح، ولذلك هي تقاطع هذه المصالح زي ما قلت لك الليلة في الكونغرس الأمريكي هنالك جلسة خاصة بشأن الموضوع ده. أيضا اليوم أيضا في أمريكا هنالك مؤتمر كبير جدا بمشاركة 100 دولة. هذا المؤتمر يتحدث عن مكافحة الفساد في 3 محاور أساسية: مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية وتعزيز حماية تعزيز وترقية حقوق الإنسان، وديل قضايا أساسية، ودي بتوري الإدارة الأمريكية في ظل فترة الرئيس بايدن إنهم مهتمين بقضايا أساسية وقضايا جوهرية. يعني في الشهر الماضي تابعنا الزيارة الكبيرة اللي قام بها السيد وزير الخارجية الأمريكي لثلاثة دول أساسية ومفصلية في أفريقيا، زار كينيا ونيجيريا والسنغال. وهذه الزيارة كانت لهندسة أفريقيا وهندسة المصالح الأمريكية بالنسبة يعني بمعنى أنه البرهان سيهتم بموقع السودان الاستراتيجي وعودة السودان إلى الأسرة الدولية، ولن يقوم بطرد دبلوماسيين من البلاد. هو الآن هنالك بلاغ تم فتحه في وكالة الصحافة الفرنسية زي ما قلت لك، ولكن في النهاية أنت في الفترة الحالية الموجودة دي في السودان الآن نحن في موقف اقتصادي وسياسي مأزوم. لن يستطيع السودان العبور من المحنة اللي احنا فيها دي بدون سند ودعم من المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي.